سؤال يسأل عن قوله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وسؤال آخر يقول: الله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. مهم أن هذه الأسئلة تطرح أمرا من أمور الغيب، بل هو أقدم ما حدثنا القرآن عنه من أمور الغيب. وأظن أني وأنتم نعرف أن الله تبارك وتعالى في بعض القصص القرآنية ختمها بقوله: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، وذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وذلك كله يتعلق بأخبار القصص القرآني، فهي كلها غيب من غيب الله عز وجل. وما زلت ألح على المسلمين ألا يشغلوا أنفسهم بالغيب، أن يقنعوا من الغيب بأن يقرأوا أخباره في الكتاب كما هي، دون أن يطمعوا في أن يعرفوا شيئا مما وراء هذا الحديث الغيبي. فكل ما يطمعون فيه مخوف، يمثل مخافة هائلة، لأنه قد يوقعنا فيما وقع فيه بعض السلف من اعتماد بعض الإسرائيليات في تفسير القرآن، فتأتي أقاصيص أو أحاديث أو حواديت أشبه بحواديت أمنا العجوز تحكي للأطفال حتى يناموا. من هذه الحواديت التي تثير عند المثقف استغرابا واندهاشا، وتثير عند الأطفال فضولا لأنهم جائعون إلى التسلية، قصة ما ورد في كتاب من الكتب المنتشرة في أيدي العامة، من أن الله تبارك وتعالى عندما أراد أن يخلق آدم أرسل جبريل عليه السلام إلى الأرض فقال له: ائتني ببعض ترابها. فجاء إلى الأرض فقالت له الأرض: أستحلفك بمن أرسلك ألا تأخذ مني شيئا يكون له نصيب من النار. فرجع إلى ربه فسأله: ماذا فعلت؟ والله أعلم بما حدث. فحكى له فقال له: أنت إذن لست لهذه المهمة. وأرسل ميكائيل ففعل نفس الفعلة، وفعلت معه نفس الفعلة، فرجع إلى ربه بقسم الأرض وبدون شيء يصطحبه معه. ثم أرسل إسرافيل بنفس القصة ونفس الرواية، فأرسل في النهاية عزرائيل. فجاء عزرائيل إلى الأرض فأقسمت عليه ألا يأخذ منها شيئا يكون فيه للنار نصيب، فقال لها: إن أمر من أرسلني أعز علي من قسمك. ثم أخذ منها، أخذ من سهلها وحزنها وأحمرها وأسودها وأبيضها إلى آخره، فذهب إلى ربه بكمية التراب.
ولله المثل الأعلى. فوضع التراب بين يدي ربه، فجعل الله التراب طينا ثم مثله مثالا على طول 40 ذراعا على شكل إنسان. فلما رأت الملائكة أن شيئا جديدا يحدث استغربت، فجاء إبليس وكان بين الملائكة عابدا من العباد. يقولون، تقول الأسطورة، كان طاووس الملائكة. ولعل كلمة طاووس تراعي أو تلمح معنى أبى واستكبر، لأن شكل الطاووس فيه كبرياء وفيه خيلاء. فكانت النتيجة أن إبليس قال لهم انتظروا، أنا سأرى لكم خبر هذا الكائن. فدخل من دبر آدم وخرج من فمه، ثم دخل من فمه وخرج من دبره. تقول الأسطورة فعلم أنه خلق لا يتمالك، يعني ليس له شأن ولا له خطر، ما فيش من جوه شيء مهم. ثم تروي قصة ما كان من أمر الله أن يقول الملائكة إذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين إلى آخر القصة. هذا النوع من الأساطير روجه القصاص الذين كانوا يجلسون في مجالس الخلفاء حتى يسلوا العامة، حتى يشغلوا الناس بالأقاصيص عن الكلام في السياسة. فإذا بهم يأخذون ببعض الإسرائيليات التي تميل إلى التشخيص. يعني أنت لما تقرأ القصة تقوم تتخيل أن الله شخص في أي حجم مش مهم، بس المهم تشخصه، وأن الله يجلس ويغرز أصبعه في الأنف فيخرمه، ويغرز أصبعه في الأذن فيخرقها، ثم يغرس أصبعه كذا إلى آخر. هذا الكلام السخيف والخيال الساذج الذي يليق بالبله والعبطاء، وهو لا يليق بالعقل. فتعالى الله عما يقولون، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، لأن خلق الله ليس هكذا. إن لله كلمة خالقة، كن فيكون، فليس بمحتاج إلى هذه التخيلات التي تحكي أو تصور ما كان يمكن أن يكون قد حدث في ذلك الغيب المجهول. هذا تدخل في أمور لا تعنينا، ولا هي من أصول العقيدة، ولا يصح إيمان المؤمن بها أو بدونها. هذا شيء يتسلى به الفارغون. أما الخلق فعلمه عند الله، يسأل بعض الأسئلة، هل كان قبل آدم ذرية؟ ليه لا؟ واحد تاني يقول لي ليه او ما اقول له ليه وليه لا، دليل على الاحتمالين، ونحن لا نملك دليلا على ترجيح احدهما. حينئذ لا ينبغي ان نخوض فيما لا نعلم، هذه جهالة، ونحن لا ينبغي ان نخوض في الجهالة. نمرة واحد، هل يبعد ان يكون قبل ادم خلق؟ بالنسبة لي وبالنسبة لابن القيم، وأنا ربما فكرت في هذه المسألة قبل أن أقرأ ابن القيم، فإذا بي أستنبط من قوله تبارك وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، لم يقل آدم، قال بشرا. فإذا وعندنا في النحو وكلكم عارفين إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، يعني معناها سوف يحدث في هذا البشر عملان أو تجرى عليه عمليتان. هو
وخلق أصبح بشرا، إني خالق بشرا من طين. خالق هنا تعني الحال، وقدرة الله لا تقع في زمان. خدوا بالكم، لأن الله خارج الزمان وخارج المكان. لا نتصور الله في زمان أو في مكان، فالله أزلي أبدي، وإنما نحن نتعامل مع الآية إني خالق بشرا قضاء، انتهى، خلق البشر. فإذا، أي في المستقبل، سويته، عملية التسوية والهندسة والهندمة، ونفخت فيه من روحي، ده هو بشر، يعني هو كائن متحرك اسمه بشر. إذا سويت ونفخت فيه من روحي، معنى ذلك أن هنالك روحا أخرى هي النفخة من روح الله، سوف يزود بها هذا البشر ليتميز بها عن سائر الخلق من الحيوانات المتحركة. وعلى ذلك حينئذ تظهر آية الله في هذا الخلق العظيم الذي هو الإنسان، فقعوا له ساجدين. تصورت، والله أعلم، أن الإنسان وجد قبل ذلك في أجيال يتحدث عنها الجيولوجيون، أعمار جيولوجية، ليقول لك جمجمة ظهرت ما عمرها 3.5 مليون سنة، وجدت في كينيا، واستدلوا بها على بطلان نظرية داروين، وأثبتوا بها نظرية الخلق المستقل، وإن ما فيش حاجة اسمها إنسان من قرد ولا من ما فوق القرد، وكل ده كلام فارغ قال به الداروينيون حتى يبطلوا العقيدة الدينية، وإنما الخلق خلق مستقل كما قرر الإسلام. بعض الناس يقول، وربما كان معهم الحق، إن هذه الذرية من البشر ظهرت منذ 40,000 سنة على الأكثر. يقول بهذا عالم مسلم في كتاب للجيولوجيا يقدر فيه أعمارا جيولوجية خاصة بالكائنات. هذا الكلام أنا لا أستبعده. لماذا؟ لأن آدم وجد في وضع في غاية الثقافة. هذه الثقافة لا يمكن أن تأتي اعتباطا، إنما هي بداية مرحلة إنسان متقدم بالقوة سوف يتقدم بالفعل. وانظروا مثلا إلى حكاية القرآن عن ابني آدم، واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين إلى آخر هذه القصة الرائعة. أنا لا يعنيني فيها تتابع الأحداث، إنما يعنيني أن القصة تتضمن العقيدة. والله رب العالمين، مفهوم الوحدانية، مفهوم العدل والظلم، مفهوم التقوى، مفهوم الخوف من الله، أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. هنالك آخرة وهنالك نار وهنالك حشر، وهذا التراث أو هذا التجمع لأفكار الدين بهذا التألق هو جوهر الدين وجوهر الإسلام وجوهر الوحدانية، وهما ابن آدم. هل أستطيع أن أتصور أن هذا الآدم مر في عصور كان فيها حجريا أو برونزيا أو ثلجيا جليديا أو إلى آخره؟ هذا كله لا يخطر أبدا في تصوري لقصة القرآن حول آدم. إذن آدم هو طليعة هذه الذرية أو هذا النسل أو هذا الجيل الذي جاء ليبدأ عصر التكليف، فهو أول إنسان مكلف.
وأعظم ما كرمه الله به أن قال للملائكة اسجدوا لآدم. السجود هنا ليس شركا، إنما هو طاعة لأمر الله تنفذها الملائكة، فالسجود لله أولا وآخرا. ولم يكن إبليس كما يقول بعض المغفلين على صواب. بعض الناس يقول لك إيه، إبليس تعلم من الله أن لا يسجد إلا لله، فلما قال له أسجد لآدم قال لا أنا لا أسجد إلا لك، كأن إبليس في قمة التوحيد. لا، إبليس في قمة التغفيل والجهالة. لماذا؟ لأن هذا أمر من الله. فالسجود هنا طاعة لله، وهو تعبير عن الاستسلام والخضوع لله. وإذن فإبليس مغفل والملائكة أذكياء. الملائكة سجدوا وأطاعوا لأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما إبليس فاجتهد فأضاعه اجتهاده، وظهر بمظهر الغبي الذي لا يفهم مفهوم ومضمون أمر الله تبارك وتعالى. هذا هو مفهوم السجود، مفهوم الخلافة. هذه وظيفة، وهي ليست خلافة عن الله. يخطئ كثير من الدعاة عندما يقولون إن الله إن آدم كان خليفة عن الله في أرضه. هذا خطأ في التعبير، أجل الدعاة عن أن يقولوه. لماذا؟ لأن الله لا يغيب حتى يخلف عنه أحد. لا، خليفة هنا بمعنى حاكم موظف سيؤدي وظائف معينة. واستمرت كلمة خليفة عندنا في من خلفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم، فهي وظيفة. وآدم زود بوظائف الخلافة التي تساعده على أن يحكم حكما سليما، وعلى أن يعيش في هذه الذرية حتى يعرفها الدين ويعرفها الوحدانية. هذه هي وظيفة آدم. كل من جاء بعد آدم كان خليفة أيضا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كل حاكم خليفة عن الناس. تعبير متواضع ومعبر ومتضمن لكل الأفكار. ماذا بقي من السؤال؟ بقي منه الجنة. الجنة لم يأتي في القرآن أنها جنة عدن أو أنها جنة الخلد. وأنا لا أتصور أن الله تبارك وتعالى يقول بالفصيح منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، ثم نأتي فنتصور أن الخلق كان في جنة علوية، وأن القرآن قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، يعني نزل من السماء للأرض. طب ما هو قال لبني إسرائيل عندما خرجوا قال لهم اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. اهبطوا يعني انزلوا. وانت لما تيجي تقول أنا نازل مصر يعني أنا هابط مصر، بتتخيل انك انت في مكان اعلى وبعدين حتنزل مكان في المستوى اقل شويه يعني واطي، فتقول انا نازل مصر. واحد يقول لك ايه، انا طالع الصعيد. مش يقولوا كده؟ في واحد يقول انا نازل جنة يقول لك انا طالع جنة، لكن انا نازل مصر. فهو تعبير لغوي لا يعني ان هنالك اهباطا من السماء للارض، لان لو كانت الحكايه كده كان يبقى مشهد الحديث عن الهبوط من السماء للأرض يستحق أن يسجل في القرآن حديثا رائعا يصور العظمة والمشاهد والمرائي الهائلة. ده احنا بنقف قدام مرائي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعراج مذهولين، فكيف ومرائي آدم أكثر من هذه المرائي؟ إذن فالمسألة كانت على الأرض. والقرآن عندما استخدم كلمة جنة أغلب ما جاء في القرآن عن جنة بمعنى جنينة. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، يعني جنينة البستان، إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون إلى آخر. يأتي في القرآن واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. الجنة يعني الجنينة، مكان أوجد الله فيه آدم وحواء، مكان عالي فيه كثير من الطيبات، فيه الراحة.
زارهما إبليس الزيارة التعيسة التي بنى الله عليها كل ما ترتب على ذلك. فلما عصى آدم ومعه حواء أمر الله، خرج من الجنة، أهبط منها، نزل مصر. شفت بقى؟ نزل في أي مكان. واخدين بالكم؟ هذا ليس بعيدا عن منطق القرآن، ليس بعيدا عن فلسفة الدين، ليس بعيدا عن التصور الذي شاء القرآن أن يتحدث عن تراب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يأتي بعد ذلك مسألة الخطيئة بقى وآدم، وكيف إن إحنا بنعاقب بخطيئة آدم. الإسلام لا يعرف هذا التأبيد في المعصية، لا تزر وازرة وزر أخرى، هذا قانون. لا يأتي إنسان ويقول نحن نعاقب بخطيئة حواء، لا، إن مشيئة الله سبقت بأن ينزل هذا البشر من مستوى الاعتماد على العطاء المتاح والنعيم المتوفر في هذه الجنة الأرضية إلى مستوى استنباط الخير وصنعه لكي تبنى الحضارات. هذا مشهد إلهي أراده الله تبارك وتعالى في حضارات متتالية كلها من خير ذلك الموقف الذي وقفه آدم. إني أشكر أبي آدم، أشكره تماما على ما أسدى لهذا الكون من تعبير الإنسان عن عظمة عطاء الله فيه. وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، إرادة الله أن يكون هذا الإنسان هو المعبر عن قدرة الله أن يوجد هذا الكائن العبقري الذي يحول الأرض إلى عمران وإلى وإلى وإلى، تمهيدا لتحقيق وعد الله. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وصدق الله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. كل هذا والله أعلم.